مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأوضة. جمعتنا الأسبوعي معاكم، بقابلكم كل يوم حد، هنتكلم مع بعض زي ما أنتم متعودين عن كتاب جديد، نعرف أكتر عن حاجات ما كناش نعرفها قبل كده، نشوف الحياة من حوالينا برؤية جديدة وبصورة وبعين مختلفة يمكن نكون ما كناش شايفين بيها قبل كده. هنبدأ حلقتنا على طول معاكم دلوقتي، وزي ما احنا متعودين إن احنا دايما بنحب نسلط الضوء على خبر ثقافي أو حدث أدبي مهم بيحصل خلال الأسبوع ده. والخبر اللي معانا النهاردة هو عن فتح المجلس الأعلى للثقافة باب المشاركة في الملتقى الدولي الثامن للإبداع الروائي العربي، واللي هينظمه المجلس خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر ولحد 1 ديسمبر بعنوان الرواية العربية ظواهر جديدة دورة الناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور. الحقيقة أن الملتقى ده هيكون بمشاركة عدد كبير جدا من الروائيين والنقاد من كل الدول العربية، هيعقد على مدار 4 أيام زي ما قلت لحضراتكم، وده كان الخبر اللي معانا النهاردة. أعتقد أن الملتقى ده هيكون ليه دور مهم جدا في تنشيط الحركة الإبداعية الروائية مش بس في مصر إنما كمان في كل الدول العربية. جه دلوقتي معادنا معاكم مع تقرير البست سيلر، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا كمان بنهتم جدا بالكتب الاكثر مبيعا او الكتب اللي قدرت انها تحقق مبيعات خلال الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف مع بعض ايه الكتب الاكثر مبيعا او تقرير عن البست سيلر ونرجع لحضراتكم على طول. كأن يقدم لكم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع، وذلك وفقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تصدرت رواية تنذكر ما تنعاد للكاتبة ميرنا الهلباوي المبيعات هذا الأسبوع، ورواية من نوعية الروايات العربية وصدرت في الأسواق أغسطس 2022. وفي المركز الثاني جاء كتاب فرحتي للكاتبة يمنى سمير، وذلك رغم صدوره عام 2019. أما المركز الثالث فكان من نصيب رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف عشماوي، ويطرح خلالها الكاتب مجموعة من التساؤلات حول قيمة الحقيقة. وفي المركز الرابع جاء كتاب مذكرات رؤوف غبور خبرات ووصايا، وتدور المذكرات عن رحلة صعود ورحلة كفاح رجل الأعمال رؤوف غبور. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً، ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الشخصية أدبية اللي اخترناها لحضراتكم النهاردة. أنتوا عارفين إن إحنا دايماً بنحب نسلط الضوء على شخصية أدبية قدرت إن هي تأثر فينا وتأثر في وجداننا وتسيب بصمة مهمة في عالم الكتابة. الحقيقة إنه النهاردة شخصيتنا هو الكاتب العالمي جابرييل خوسيه ماركيز، وهو طبعاً كاتب وروائي وصحفي كولومبي، وقدم أعمال للقراء كتيرة جداً، يمكن أقرب للواقعية السحرية، فاز بجائزة نوبل للأداب عام 1982، من أهم مؤلفاته 100 عام من العزلة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الكاتب العالمي جابرييل خوسيه ماركيز ونرجع لحضراتكم على طول. أحبك لا لذاتك بل لما أنا عليه عندما أكون بقربك.
جملة رومانسية للكاتب والروائي جابرييل ماركيز من بين عشرات الجمل التي صاغها بالحكمة والمحبة ليصبح واحداً من أهم الأدباء في العالم. ماركيز الذي يعد نجيب محفوظ أمريكا اللاتينية هو في ذات الوقت صاحب رواية 100 عام من العزلة، والتي تعد أهم الروايات على مستوى العالم. حققت الرواية مبيعات بلغت 20 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وحاز عنها عام 1982 جائزة نوبل للأدب. ولد ماركيز في 6 مارس عام 1927 في كولومبيا. نشأ في بيت العائلة مع أجداده، يستمع منهم إلى الحكايات الشيقة والتي أثرت في كتاباته. درس الحقوق وعمل صحفياً بجانب الكتابة، واتسمت أعماله بالواقعية حيث مزج بين السرد التقليدي والخيال. من أهم رواياته الحب في زمن الكوليرا، والتي استقطبت جماهير عالمية، ورواية ورقة العاصفة وفي ساعة الشر. رحل غارسيا ماركيز عن عالمنا في 17 إبريل عام 2014، تاركاً وراءه تاريخاً أدبياً عظيماً أصبح جزءاً هاماً من التراث الإنساني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي بعدنا مع كتابنا النهاردة وكاتبنا النهاردة. الحقيقة أنه أنا في رأيي أنه كاتب مهم جدا، لأنه قدر أنه يكشف عن علاقة ما بين 2 من أهم الأدباء في مصر وفي الوطن العربي طبعا، هم الأديب الكبير نجيب محفوظ والأديب عبد الحميد جودة السحار. كتابنا النهاردة اسمه محفوظ والسحار، أسرار روائية، للكاتب اللي منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور سامح الجباس، واللي هيكون معانا النهاردة نعرف منه أكتر عن أسرار العلاقة ما بين محفوظ والسحار. والحقيقة أنه العلاقة ما بين الأدباء يمكن مش كل الناس تطرقت ليها. تعالوا نتكلم في الموضوع بالتفصيل ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومنورنا دلوقتي الكاتب الدكتور سامح الجباس، واللي هنتكلم معاه النهاردة عن كتابه محفوظ والسحار أسرار روائية. الحقيقة أنه الكاتب دكتور سامح الجباس هو أصلاً طبيب وروائي، وكمان عضو اتحاد كتاب مصر وعضو نادي القصة بالقاهرة. والحقيقة أنه زي ما قلت لحضراتكم في البداية، فكرة أن احنا نتكلم عن 2 من أهم الكتاب في مصر وفي الوطن العربي، عن صداقتهم، عن علاقتهم، عن إزاي ده أثر على كتاباتهم، أعتقد أن دي نقطة مهمة جداً في حياة كل من الأديبين. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. وزي ما أبديت إعجابي بالفكرة، الحقيقة أنه ممكن مش كل الناس تطرقت لأنه العلاقة ما بين الأدباء دي كانت عاملة إزاي، شكلها كان عامل إزاي، كان في صداقة، كان في غيرة، كان في علاقة عملية فقط لا غير، وما كانش في أي صداقة ما بينهم. يمكن حضرتك سلطت الضوء أكتر على العلاقة دي، والحقيقة مش كل الناس كانت تعرفها. نتكلم شوية عن الكتاب. هو الحقيقة أنا بشوف أن أنا التناول طبعا أستاذ نجيب محفوظ تم تناوله على مدار سنوات طويلة أدبيا ونقديا بشكل كبير جدا، وهو كنز الحقيقة طبعا. يعني كنز كبير هنفضل طبعا. سنين كبيرة كروائيين نتعلم منه، والنقاد يجدوا فيه أمور ملهمة جدا. كل جيل بيبقى ليه رؤية مختلفة من وجهة نظري، فأنا بشوف أن أنا من جيل كانت رؤيتي هو استوقفني العلاقة الإنسانية اولا ما بين الاستاذ نجيب محفوظ والكاتب عبد الحميد السحار. استوقفتني اصلا لان انا من بدايات قراءاتي للاثنين تقريبا قريت الاثنين مع بعض، يعني في توقيت متزامن قريتهم في نفس الوقت. يعني اكتشفت عالمهم مع بعض، وبعدين وجدت بعد كده قرات بعدها بسنوات ان هم كانوا اصدقاء، وان عبد الحميد السحار يعتبر هو الناشر لنجيب محفوظ. بدأت تدريجيا أهتم بهذه العلاقة، فبدأت أدور وراء هذه العلاقة من خلال مذكرات عبد الحميد السحار وأخو سعيد السحار، وأشوف طيب. وللأسف طبعا أستاذ نجيب محفوظ اتكلم عن هذه العلاقة لكن ملوش مذكرات واضحة.
لكن بتذكر هذه العلاقه احيانا في بعض الحوارات. استاذ نجيب محفوظ ادلى بحوارات كتير، وفي كتب كتير عن شله الحرافيش بتاع الاستاذ نجيب، كانوا كتبوا بعد كده مذكراتهم ايه اللي كان بيحكي الاستاذ نجيب معاهم، وجود عبد الحميد الصحار معاهم في هذه الشله. هنا استوقفني الحقيقه بقى كروائي سؤال، ايه طبيعه العلاقه ما بين الاستاذ نجيب محفوظ وعبد الحميد الصحار؟ طبيعة ازاي العلاقة؟ بدات العلاقه يعني تمام. عرفوا بعض منين اصلا من الاول؟ ازاي بدات؟ عايز اقول لحضرتك البدايه دي هي اللي شجعتني جدا ان انا اخد تقريبا اكتر من سنه بحث عن هذا الموضوع، لان البدايه كانت ان عبد الحميد الصحار هو اللي دور على نجيب محفوظ. وهنا كان النقطه دي اللي لفتت انتباهي، كان في هذه الفتره كان الاستاذ نجيب محفوظ عمل روايه راد وبيس، وكانت فازت بجائزه قوت القلوب الدمرداشيه ولم تنشر. كانت هذه الفتره في بدايه الاربعينات الحرب العالميه الثانيه، وفي ازمه ورق وفي مشاكل، وكان كل الادباء بما فيهم استاذ نجيب محفوظ كان لسه في بداياته بيعاني من النشر، مش بيعرف ينشر رواياته. فاستوقفني موقف ان عبد الحميد الصحار لما سمع عن هذه الروايه ولقاها ان هي مش مطبوعه، راح دور على نجيب محفوظ واتعرف بيه واخده من ايده عشان لدار النشر فعلا. اخده لاخوه الله. سعيد، وقال له الروايه دي كذا والروايه واخده جايزه وعايزين ننشرها، فهو اللي اخده لاخوه في دار النشر سعيد الصحار، ومن هنا بدات علاقه ما بين علاقه الصداقه دي. مبدئيا البدايه يعني بدايه جميله جدا، لانه ان هما يبقى بيساعدوا في حاجه زي كده. اعتقد ان الراحل نجيب محفوظ يعني كان بيكن اليه يعني الجميل ده اكيد. طبعا على فكره هو ظل الاستاذ نجيب محفوظ مخلص لهذه الصداقه ما بينه وما بين عبد الحميد الصحار اللي توفى 74، واخوه سعيد الصحار الناشر، حوالي 60 سنه من الصداقه ما بينهم. وكان بيرفض الاستاذ نجيب محفوظ نشر اي روايه من رواياته خارج الناشر بتاعه. حتى كان في فتره من الفترات كان في بيروت مثلا في اقبال على روايات الاستاذ نجيب محفوظ، وعايزين يتعرض عليه فلوس كتير جدا ان هو ينشر، وكان بيرفض. وفضل مخلص 60 سنه نفس دار النشر، 60 سنه نفس دار النشر. وغير دار النشر بعد وفاه ناشره سعيد الصحار. على الرغم من ان هو كان يعني يعتبر على حسب ما قيل وقتها، وناس كتير قالت ده كان ماديا مش ما بياخدش القيمه الادبيه الماديه اللي مناسبه ليه، الا ان هو الاستاذ نجيب الحقيقه، ودي برضو نقطه اعتقد زي ما حضرتك لمست كده يمكن شالها جميله طبعا. على فكره لما تقرا حضرتك كمان في نقطه تانية في موضوع الكتاب، هم طبعوا اصلا روايه رادوبيس ازاي؟ كان في ازمه في الورق ومفيش ورق، فسمع عبد الحميد الصحار ان كان في مركب جايه سفينه وغرقت وكان فيها ورق، فلما انتشلوا الحاجات اللي هي كانت غرقانه فكان من ضمنها ورق مبلول وكان بيباع بسعر رخيص، فاخد عبد الحميد الصحار الورق ده وراح لمكوجيه الرجل زمانها لبيكو ومكوه رجل، وعشان يكوا الورق وينشفوه وطبعوا عليه روايه رادوبيس لنجيب محفوظ. فالموقف نفسه المتكامل لما حضرتك تشوفيه تلاقي ان هو يعني عمل اشياء، وهو كان روائي طبعا. فهنا الفكره بقى الجميله جدا اللي انا حبيتها، فكره التعاون. هنا مش منافسه بقى. ودي اجمل حاجه. صداقه تؤدي الى تعاون، تؤدي الى تكامل، تؤدي الى استمراريه 60 سنه، ايمان الناشر بنجيب محفوظ. ومن قبل ما ياخد نوبل كان دايما بيقول انا براهن ان نجيب محفوظ هيصبح وهيكون شيء، ايمانه بيه ده مهم جدا. ودي نقطه مهمه جدا اعتقد ان هي ساعدت في التالق وتوهج نجيب محفوظ، ان هو عنده من يؤمن به وينتظر كتبه ورواياته ويقدمهم للقراء بشكل محترم. تفتكر تحمس له التحمس ده كله منين؟ يعني جات له منين حاله الحماس الشديده تجاه الراحل نجيب محفوظ؟ ولا هو كان حقيقي اديب يعني شخصيته واضحه ومفروضه على الكل، فاي حد كان هيتعامل معاه وقتها كان هيعرف قيمته قد ايه، وكان بالتالي هينبهر بيها، فبالتالي اكيد هيتمنى يبقى بيساعده، يبقى بيعمل له اي حاجه، يبقى رفيق لطريقه، يبقى بي بي بينشر له كتبه. يعني جت منين الحماسه دي؟ شوف حضرتك، هو طبعا في الكلام ده كان تقريبا الروايه الثانيه او الثالثه للاستاذ نجيب محفوظ، فما كانش لسه، كان لسه في اول مراحل الروايات الفرعونيه. ما كانش لسه بقى نجيب محفوظ، ما كانش لسه دخل بقى المراحل التوهج بتاع الروايه الواقعيه وغيره. لكن حتى في هذه المرحله بدايات مع الروايه الفرعونيه
كانت واضح الموهبه، وكانت في جائزه بتقوم بها سيده عظيمه جدا وهي قوت القلوب الدمرداجيه، كانت بتقدم هذه الجائزه في وقتها لاكتشاف الادباء الشبان. ده قبل التوهج الاجتماعي. قبله بكتير قبل جدا. قبل بقى كل الحاجات. فلما الروايه طبعا تاخد جائزه ذات قيمه، فهنا انتبه عبد الحميد الصحار ان هناك روائي موهوب. فلما جابه بقى اتعرف بيه وبدا يقرا رواياته اقتنع بيه، واعتقد كمان العلاقه الشخصيه والصداقه هنا بتبين مدى معدن هذا الشخص، بدليل ان هم استمروا لسنوات وانتقل كل ما بيغير، يعني نجيب محفوظ غير مراحل ابداعاته من الفرعوني للواقعيه لروايات اجيال لغيره لغيره، استمر هذا الاقتناع بينه وبين ناشره سنين طويله جدا. واستمر يعني هي شله الحرافيش اللي كان من ضمنها ناشره والاديب عبد الحميد الصحار كانوا بيلتقوا اسبوعيا، ودي كانت ميزه برضو موجوده يعني انا ركزت عليها في الروايه، فكره المناقشات اللي كانت بتدور ما بينهم. ايه تاثير هذه المناقشات على ابداعاتهم؟ وده الجزء اللي قايم عليه الكتاب، الجزء البحثي اللي اعتقد ان هو بيقدم شيء مختلف تماما عن الرؤيه الاحاديه، وهنا نقطه مهمه جدا. دايما الرؤيه الاحاديه بتورينا منظور واحد بس، لو احنا خدنا مثلا استاذ نجيب محفوظ هننظر اليه اعماله الابداعيه بنظره واحده، عبد الحميد الصحار نظره واحده، لكن ماذا لو نظرنا اليهم هما الاثنين مع بعض؟ وهي دي النقطه اللي قايم عليها الكتاب. الحقيقه انا يعني عجبني كذا حاجه في العلاقه اللي كانت حاصله ما بينهم. اولا عجبني فكره انه يمكن ده كان موجود زمان بشكل كبير جدا، ان الواحد لما كان بيشوف موهبه اي انسان ناجح او اي حد كان محقق نجاحات لما كان بيشوف موهبه كان دايما بيتبناها وكان دايما يبقى متحمس ليها بشكل كبير جدا. فكره ان هما مش بس يكونوا على المستوى الادبي هما ناجحين، انما كمان على المستوى الانساني هما فاهمين بعض وعارفين بعض وقادرين ان هما يكملوا مع بعض. عايز اعرف شويه اسرار في العلاقه دي، يعني اسرار روائيه زي ما قلت حضرتك في عنوان الكتاب. عايز اعرف شويه اسرار ليها علاقه بالصحار وبمحفوظ. هو الاسرار الروائيه في الكتاب هو عنوانه منقسم الى جزئين، جزء انساني وجزء ادبي. الجزء الانساني بتجد فيه زي ما قلت لحضرتك بعض المواقف اللي هي تقريبا يمكن عدد كبير من الناس مش عارفها او في اجيال تكاد تكون ما تعرفهاش، وهي دي نقطه مهمه جدا تسليط الضوء عليها. زي ما قلت لحضرتك موقف مثلا اللي حكيته من شويه عن روايه رادوبيس، لكن مثلا في مواقف اخرى، في مواقف مثلا كان في هذه الفتره الاربعينات فتره الاحتلال كان في رقابه على المطبوعات من الاحتلال الانجليزي، فكان اي كتاب بيطبع لازم يروح لرقيب علشان يبدا ان هو يوافق عليه او كده. ايوه. كان اللي مسؤول عن هذا الموضوع كان عبد الحميد الصحار بصفته الناشر، فكان بياخد هو روايات نجيب ويروح للرقيب، فبعض الرقباء اياميها بقى مثلا روايات الفرعوني كان فيها ملك وكان فيه راقصه في احد الروايات، فالرقيب هنا قال ايه ده قصده الملك فاروق وكده وكلام من ده، فكان يستبعد القصص دي. فراح عبد الحميد الصحار وبيقول في مذكراته ان راح علشان يضحك على الرقيب ويقول له دي قصه تاريخيه، ده فرعون كان موجود، ده احنا ده هو نجيب مش قصده ده، واحنا ما نقدرش نغير في النهايه بتاعتها علشان دي قصه تاريخيه. والحقيقه مش كده، هو نفسه عبد الحميد بيقول كده، فهو يروح يدافع عن روايه نجيب محفوظ حتى لا يحذف منها شيء لانه مقتنع بيه ابداعيا، فيروح يتكلم ويدافع لحد ما تطلع الروايه ويقنع الرقيب انها قصه حقيقيه لفرعون حقيقي ودي مش حقيقه طبعا. وهو عارف كده. فمثلا ده موقف انساني انا بعتبره مهم جدا. زي ما قلت لحضرتك، هل في اي اعمال ما بينهم مشتركه اتحولت لافلام سينمائيه او لاعمال سينمائيه؟ انا عايز اقول لحضرتك بمناسبه الكلام على السينما، هو مفيش الاعمال المشتركه الواضحه بينهم. لكن في فتره من الفترات كان عبد الحميد الصحار لما مسك رئاسه المؤسسه المصريه العامه للسينما هي الفتره اللي اخذ فيها نجيب محفوظ معاه بيكتب سيناريوهات افلام. فشوفي حضرتك حتى الاقتناع بموهبة هذا الرجل، يعني لما راح عبد الحميد الصحار تولى مسؤولية السينما أخذ نجيب محفوظ معاه، ودي الفترة اللي كتب فيها نجيب محفوظ سيناريوهات أفلام. فالصداقة اللي امتدت إبداعيا روائيا قصص قصيرة في النشر، لما راحوا السينما يروحوا مع بعض يشتغلوا مع بعض فيها، فده زي ما قلت لحضرتك تكامل. أنا بشوف أن العلاقة ما بينهم كانت علاقة تكاملية، وده للأسف يعني مش موجود كتير. كان في فتره من الفترات سواء الثلاثينات والاربعينات وغيره كان في صراعات فكريه بين الادباء، بنجد مثلا كتب كتير اتكلمت عن صراعات قضايا تطرح مثلا زي العقاد زي طه حسين او غيره او مصطفى صادق الرافعي، كان بيطرح قضايا
وبيتصارعوا عليها فكريا جدا. احيانا كانت بتوصل لدرجه الحده، زي مثلا عباس العقاد كان مشهور بحده ردوده شويه، فكان بعض الناس بتحبش تدخل في جدل معه. لكن هنا مع عبد الحميد السحار ونجيب محفوظ من اللحظه الاولى تناغم وصداقه مستمر في كل المجالات. كانت في بقى الاجزاء، يعني في بقى الجزء البحثي بس ما قلتلناش ولا فيلم عملوه مع يعني ولا عمل سينمائي. هو مش عمل مشترك ما بينهم، لكن هو كان عبد الحميد السحار كرئيس للمؤسسه المصريه للسينما وقتها في فتره الستينات، كان بيكلف نجيب محفوظ بان هو يشتغل سيناريوهات بعض الافلام. اميه عملوا بقى فيلم رايه وسكينه وغيره وغيره، لكن مش كتابه مشتركه. عبد الحميد السحار ما كانش يعني بيكتب. كان نجيب محفوظ بس اللي بيكتب سيناريوهات الافلام. لكن زي ايه؟ عمل افلام عمل اياميها الفيلم مشهور مع صلاح ابو سيف وكان ناجح، اللي هو رايه وسكينه مثلا. رايه وسكينه كان من انجح الافلام. لكن هنا بتكلم على رئاسه عبد الحميد السحار لما راح السينما اخذ نجيب محفوظ معاه. لكن مثلا بتجد ان نجيب محفوظ بعد كده فتره من الفترات كان بيكتب مقالات. عبد الحميد هنا ما كانش بقى بيكتب مقالات. هم تشاركوا ابداعيا روائيا وقصص قصيره وسيناريوهات افلام بس منفصله، يعني مثلا فيلم الحفيد وام العروسه والحاجات دي كتابه خاصه بعبد الحميد السحار. لكن في المقالات انفرد نجيب محفوظ بكتابه المقالات بقى عن ارائه وغيره في الاهرام وفي الفترات دي. عبد الحميد السحار ما كانش مشترك معاه في ده. بس رغم عدم اشتراكهم في نفس الاعمال الا ان هم كانوا متناغمين جدا وبيكملوا بعض، هم عندهم احساس ان هم كانوا بيكملوا بعض، والاثنين طبعا كانوا كتاب يعني وادباء اسماء ذات قيمه كبيره، هرمين في عالم الادب. بالزبط. يعني هرمين في عالم الادب. طيب نتكلم شويه عن نجاح كل واحد منهم في منطقه تخصص فيها. اي نعم الاثنين كانوا بيهتموا بالاجتماعيات والاثنين كانوا بيهتموا بمصر بشكل عام، ولكن كل واحد منهم تخصص في مجال. يعني الراحل نجيب محفوظ مثلا كان بيتكلم عن الحاره، كان بيتكلم عن الشخصيه المصريه، رواياته كان بيبقى بيتخللها بعض الحكاوي والحكايات اللي فيها حب وفيها رومانسيه. السحار كان بيتكلم اكتر عن الاسلاميات، كان بيبص لمصر او كان بيطلع مصر بشكل مختلف، يظهر جمالها في عالم الإسلاميات. إزاي اتفقوا وإزاي حافظوا إن كل واحد فيهم ما يجيش عند النقطة بتاعت التاني؟ هل ده كان بالاتفاق ما بينهم في الصداقة اللي كانت ما بينهم، إن النهاردة أنا بكتب في كذا وإنت بتكتب في كذا فكل واحد يتخصص في مجاله، ولا دي جت بالصدفة؟ لا أعتقد هي مش بالاتفاق ما بينهم، ولكن دايما الأدباء مهما كانوا قرابين من بعض ومهما كانوا أصدقاء كل حد بيبقى ليه رؤيته. لأن الكتابة في الآخر الجيدة هي موقف ورؤية. فكل كاتب ليه موقفه ورؤيته للعمل. فأستاذ نجيب محفوظ كان له شجاعة مهمة جدا أنا بعتبرها وميزته عن جيله، هو شجاعة التجريب. بتجد مثلا عبد الحميد السحار تكاد تكون رواياته مهما اختلفت تصنيفها سواء اجتماعي فرعوني إسلامي تاريخي، كان بيكتب في التاريخ كتير. لكن الكتابة إلى حد ما اللي هي الكلاسيكية إلى حد ما لا يخرج عن إطارات معينة. أما من وجهة نظري الأستاذ نجيب محفوظ كان عنده شجاعة التجريب، يعني لما بيكون مثلا مرحلة فرعونية ونجح فيها يتركها، وده قليل عند بعض الناس. في بعض الأدباء بالذات عنده منطقة كده لما ينجح فيها خلاص يفضل فيها، لا أستاذ نجيب محفوظ يغير للواقعية. ولما ينجح في الواقعية ينقل على روايات الأجيال، وبعد ما تألق في الثلاثية يغير كل عالمه الإبداعي ويروح لسكة تانية خالص. يعمل رواية ميرامار وهي رواية أصوات. ودي مش موجودة مثلا في أدب عبد الحميد السحار. بعد كده ينقل لمرحلة فيها فانتازيا فيها عبثية، دي مش موجودة برضو عند عبد الحميد السحار. فالتغيرات الإنسانية والفكرية عند الأستاذ نجيب محفوظ تحس إن هو أشبه بشلال متدفق، ما يقدرش ما فيش سدود فكرية تقدر تقف قدامه. ما يريد أن يكتبه وما هو بيعمله. عبد الحميد السحار كان موهوب جدا، ولكن هو تنوعت أفكاره سواء الفرعوني اجتماعي، لكن برضو كان مهموم بالرواية التاريخية. كتب روايات تاريخية كتير جدا عن الأندلس وغيره، واهتم زي ما حضرتك قلتي بالروايه الاسلاميه. ويمكن هو في الفتره دي ما كانش فيه كتير يعني في هذا المجال، فيبدو ان هو وجد نفسه ان هو هيبرع او يتخصص او ينفرد عن نجيب محفوظ وغيره
لان الاستاذ نجيب محفوظ ملوش ولا روايه لها هذه التوجهات خالص. شايف ان هم قدروا يوصلوا للشباب؟ يعني طبعا الراحل نجيب محفوظ لحد النهارده روايته بتتقري، وكل مرحله عمريه كده معينه كل ما حد بيمر بيها لازم بتلاقي في مكتبته او في مخزونه في بصمه لنجيب محفوظ. السحار كان نفس القصه؟ السحار وصل للشباب بقدر وصول نجيب محفوظ للشباب، ولا كتاباته في التاريخ وكتاباته في الاسلاميات وكتاباته في التراث اكتر خلى المواضيع بعيده شويه عن الشباب؟ لا، هو اعتقد ما خدش نفس شهره الاستاذ نجيب محفوظ، لان هو في اكتر من سبب. اعتقد القراءه حاجه والسينما حاجه. السينما خدمت مثلا الاستاذ نجيب محفوظ، فان تقريبا معظم رواياته تحولت الى اعمال سينمائيه ففي فتره الاربعينات جدا طبعاً. لان عايز اقول لحضرتك ان اذا كان في ناس مثلا في هذه الفتره كان التعليم قليل وكان في جهل اكتر، فالناس مش كانتش بتقرا كتير، فالسينما كانت بتعرفهم. في ناس مثلا ما بتعرفش تقرا وتكتب بس عرفوا الثلاثيه وعرفوا اسم نجيب محفوظ من خلال السينما. ايوه، الاعمال الروائيه لعبد الحميد السحار التي تحولت الى اعمال سينمائيه قليله مش كتير، اشهرهم بقى اللي شهره ام العروسه مثلا بعد كده الحفيد، لكن هتجد ان هي اعمال قليله جدا. أيوه. بعكس الاستاذ نجيب تقريبا معظم اعماله اتعملت لاعمال سينمائيه. روايه واحده عند الاستاذ نجيب محفوظ اللي هي الحرافيش فيها 10 حكايات منفصله، اتعملت 10 افلام. فمن روايه واحده ممكن يطلع افلام ورؤى مختلفه، ده غير بقى الدراما التلفزيونيه. برضو من حيث الكتابه، عبد الحميد السحار زي ما حضرتك اتكلمنا من شويه لما اتجه اكتر للروايه التاريخيه او الروايات ذات التوجه الاسلامي اللي بتتكلم عن تاريخ الاسلام، دي برضو ليها فئه معينه من القراء. أيوه. وليها فئات عمريه معينه. طبعًا. ومش كل الناس هتبقى مهتمة ان هي تقرا بهذا المجال. بالزبط. فبالتالي بنتكلم عن الشباب تحديدا. لو بنتكلم عن الشباب تحديدا، الشباب احيانا بيميل للروايه اكتر والقصص والحكايات اكتر. بالزبط. اكتر منها تاريخيه وتوثيقيه. صح. وثقافيه، يعني الا لو هو بيميل بقى للتاريخ، دي قصه ثانيه. حتى الروايات التاريخيه في هذه الفتره ولحد النهارده لما نيجي نقارن حتى في هذا الزمن برضو قراءات الشباب هتلاقي الروايات الاجتماعيه اكتر من الروايات التاريخيه. بالزبط. مهما نجحت الروايات التاريخيه فتظل الروايه الاجتماعيه الاقرب للقلب، لان بطبيعه برضو الشباب بيبقى عايز لغه بسيطه، بيبقى صحيح. عايز حكايه تعلق بالذهن بسهوله. صحيح. الاعتماد على التاريخ ساعات يعني مش كل الناس بتحب او مش كل الشباب بيحبوا يقروه او بيتوه مين ده او مين هذا الشخص. وبعدين دايما الروايه الاجتماعيه بتبقى مريحه للقراء، لان احنا بنتعامل مع قراء لانه عارف انها حدوته خياليه فبيبقى مرتاح. الروايه التاريخيه دايما في الندوات القارئ بيشغل باله من السطر الاول هل هذه الشخصيات حقيقيه ولا لا. ويقعد يطارد الكاتب في كل الندوات عشان يعرف الشخص ده حقيقي ولا لا، ما بقاش مدرك ان في الاخر حتى لو انا روائي استخدمت شخصيه حقيقيه ففي الاخر انا بكتب خيال. صحيح. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا عن الأدباء السحار ونجيب محفوظ، وده طبعا من خلال الكتاب اللي بنتكلم عنه النهارده، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومكمل معانا دكتور سامح الجباس اللي هنتكلم معاه النهاردة عن كتابه اللي بيتكلم فيه عن السحار ونجيب محفوظ، وهو طبعا كتاب محفوظ والسحار أسرار روائية. الاتنين كتبوا عن أحمس. فعلا غريبة جدا، مع أن الراحل نجيب محفوظ ما كانش بيكتب تاريخ. ما هو الأستاذ نجيب محفوظ كتب الأول، بدايته كانت روايات تاريخية فرعونية تحديدا. لأن هو كان في هذه الفترة كانت مصر بعد ثورة 19، وأستاذ نجيب محفوظ كان من المتحمسين والمبهورين بشخصية سعد زغلول طبعا وبعث الروح الوطنية في مصر. كان في هذه الفترة كان في يعني صراعات وأفكار فكرية بتطرح عن هوية مصر، هل مصر فرعونية ولا مصر عربية ولا مصر إسلامية ولا مصر أفريقية. أيوه. ودخل في هذا الموضوع السجال عدد كبير جدا من الأدباء زي الأستاذ يعني دكتور طه حسين مثلا دخل فيه. طبعا. فيبدو أن نجيب محفوظ كانت قناعاته إن مصر فرعونية. فبدأ بداياته يكتب عن الروايات فرعونية فقط زي عبس الأقدار، رادوبيس، وكفاح طيبة. الغريبة وده موجود الحقيقة في الكتاب بتاعي، أن زي ما حضرتك قلتي أن في نفس السنة اللي كتب فيها عبد الحميد السحار او روايته الاولى هي احمس
بطل الاستقلال، كان في نفس السنة اللي كتب فيها نجيب محفوظ كفاح طيبة وهي عن أحمس وأسرته. ويبدو لي، وأنا يعني ذكرت ده في الكتاب، يبدو لي أن اللقاءات الفكرية ما بينهم خلتهم يتأثروا شوية ببعض. يعني يبدو أن دار نقاش بشكل ما ما بينهم، لأن في نفس السنة الاثنين يكتبوا عن نفس الشخص، وإن كان عبد الحميد اشتغل على أحمس فقط، أما نجيب محفوظ فبدأ بالأسرة نفسها، الأم والأب، ثم كيف ربت أحمس هذه الأم الملكة العظيمة، وكيف كافح أحمس حتى طرد الهكسوس. فأخذ فيو أكبر، رؤية أكبر، لكن الاثنين في نفس السنة اشتغلوا على نفس الفكرة فعلا. في إيه تاني بني التأثر؟ أصل مش معقولة يكونوا كل السنين دي صداقة، أدب، رواية، بيساعدوا بعض في حاجات كتيرة جدا، لأن الاثنين مؤمنين جدا ببعض وبيحترموا جدا مسيرة بعض، أكيد اتأثروا بحاجة تانية. هو فعلا في كتابي أكيد. أنا في كتابي الحقيقة اشتغلت على الرؤية الأدبية لأعمالهم الروائية فقط وليست القصص القصيرة، وبدأت أشوف الاثنين بالتوازي كده اشتغلوا عليه. فبنجد مثلا روايات الأجيال، رواية الأجيال ما كانتش منتشرة قوي وقتها، كان في يعني قليلة، يعني طه حسين كان مثلا شجرة البؤس. احنا شايفين الغلاف مع حضرتك دلوقتي هنتكلم عنه طبعا، اتفضل. فالاثنين في توقيت متزامن، وان فرقت سنين ما بينهم، لكن مثلا رواية الأجيال الاثنين الأدباء عملوها دخلوا هذا المجال مع بعض، ثلاثية الأستاذ نجيب محفوظ كانت رواية أجيال، وفي رواية اللي هي في قافلة الزمان لعبد الحميد الصحار، وهي جزء واحد فقط، هي رواية أجيال برضو ولكن في كتاب واحد، في جزء واحد. أما الأستاذ نجيب فاشتغل على فترة زمنية أكبر وعمل الثلاثية ثلاث روايات، لكن الاثنين تصنيفهم رواية أجيال. في الروايات الواقعية أستاذ نجيب محفوظ سبق عبد الحميد الصحار واشتغل في الروايات الواقعية، إذا القاهرة الجديدة وخان الخليلي وهذه الروايات اللي بتهتم بذاكرة المكان وليس الإنسان فقط. بنجد برضو إن، وأنا بشوف إن يبدو زي ما حضرتك كلمنا الصداقة واللقاءات الأسبوعية طبعاً ما بينهم، ولما هو الناشر طبعا الناشر لما بيقرأ مسودة عمل وهو روائي فبيتأثر بيه أو بيحبه أو بيجد هذا العالم أو بيشعل بداخله، وده من وجهة نظري ربما مسودات روايات نجيب محفوظ أشعلت توهج جوه عبد الحميد الصحار، ان هو طب انا ليه ما بقاش عندي هذه الشجاعه؟ طب انا ليه ما اكتبش مثلا روايه واقعيه انا كمان؟ فبدا يشتغل على الروايات الواقعيه. طبعا اكيد اكيد، مش من باب الغيره او حاجه، بس من باب التاثر، من باب الحب، من باب الايمان بان احنا مؤمنين ببعض ومؤمنين بموهبه بعض. بالظبط، فاكيد ده خلق روح ثالثه بينهم. بالظبط حضرتك، بص حضرتك، هو التاثر ده تاثر ايجابي. بالظبط، التاثر السلبي ده اللي انا عايزه اقوله، التاثر الايجابي ده هو ده مش عيب. لا طبعا بالعكس، ده هو لما يكون في اديب بيشق طريق جديد زي مثلا روايه الاجيال، وهو فتح طريق جديد مثلا، كل من سيتلوه بعد كده هيدين له بالفضل، ولكن في الاخر هو كان عنده شجاعه ان هو يكتب روايه اجيال. كل اللي هيكتبها بعد كده مش معناه ان هو عايز يعمل. تفتكر كانوا بيساعدوا بعض في الكتابات، او من خلال المصادر اللي حضرتك يعني توصلت لها عشان تكتب الكتاب، هل كانوا بيساعدوا بعض في الكتابات بما انهم اصدقاء وادباء والاثنين يعني متعمقين جدا في كل واحد في مجال، والاثنين ناجحين جدا في مجالاتهم؟ انا النهارده لو عندي زميل او زميله مثلا ومحتاجه مساعده ممكن اكلم حد، هل كانوا يكلموا بعض؟ هل كانوا ممكن يطلبوا من بعض مساعدة، ساعدني في كذا، أنا بفكر في كذا، إيه رأيك في كذا، ولا ما تعرفش؟ لا ولا أنا الحقيقة من خلال دراستي واللي اشتغلت عليها حوالي سنة ونص وكانت نتيجتها الكتاب، وجدت أن ده ما كانش بالصورة دي، هو كانت الأفكار المطروحة ما بينهم هي اللي بيدور ما بينهم حوار، أما الكتابة ولحظة الكتابة ما كانش حد بيطلع على أعمال التاني، إلا مثلا لما أستاذ نجيب بيخلص رواية فبيوديها للناشر بتاعه فبيقراها، لكن عبد الحميد الصحار لم يكن يطلع نجيب محفوظ على أعماله، بدليل عندي في فصل في الرواية تعليق من أستاذ نجيب محفوظ على رواية في قافلة الزمان لعبد الحميد الصحار، فبيقول الأستاذ نجيب محفوظ عنها أنها رواية جيدة ولكن كانت محتاجة أن هو يستنى عليها شوية أو يسأل حد أو يستشير حد. ده معناه أن هنا لو كان عبد الحميد الصحار قدم مخطوط هذه الرواية لنجيب محفوظ كان أشار إليه ببعض التعديلات أو بعض الملاحظات، لكن يبدو أن هو أخذها على طول على المطبعة وأراها لما طبعت نجيب محفوظ، فكانت له آراء معينة وملحوظات عليها.
الحقيقة إن إحنا زي ما بنتكلم عن العظماء وزي ما بنتكلم عن الأدباء الكبار اللي عندهم تاريخ كبير جدا في عالم الثقافة والأدب والرواية، كمان عايزين نرجع نتكلم شوية عن الشباب. مش عايزين ننسى شبابنا بيفكروا في إيه، المواضيع اللي بتلفت انتباههم، إيه المواضيع اللي بيحبوا يقروا عنها دلوقتي أو يقروا فيها أكتر، مين هم الكتاب اللي محققين نجاح مع الشباب دي، مين هم الكتاب اللي بجد عارفين يوصلوا للشباب. علشان كده احنا قررنا نعمل تقرير صورته كاميرا يحكى أن مع البوكتيوبر وصانعة المحتوى غدير حسين، هتقول لنا أكتر عن الشباب، أرى إيه خلال الصيف، إيه أنواع الكتب وإيه المواضيع اللي بتشغل بالهم، إيه الروايات اللي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة الصيف. نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع لحضرتك مرة تانية، ونرجع مرة تانية لكل مشاهدينا. اتفضل. تقريبا من 3 سنين بدأت ان انا اشارك مع اصدقائي مراجعات وترشيحات للكتب، بعد كده لقيت فيه رد فعل ايجابي جدا وتعليقات ايجابيه من اصدقاء شجعوني ان انا اهتم بالمحتوى وابدا قناه على اليوتيوب وصفحه على انستغرام. ومن ساعتها بدأت ان انا انشر تقريبا فيديو كل اسبوع برشح فيه كتاب او بتكلم فيه عن عمل بحبه، برشح كتب في موضوعات مختلفه، وساعات كمان بعمل حوارات مع كتاب وادباء. الفتره اللي فاتت كان فيه اهتمام بمجموعه من الاعمال الادبيه اللي كانت في القائمه قصيرة لجائزة البوكر العربية، سواء أعمال من مصر أو من بلاد عربية مختلفة. كان فيه اهتمام كبير برواية زي مكات القاهرة للكاتب طارق إمام، اللي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر، وبدأ كتير من القراء يتكلموا عنها ويناقشوا أفكارها. كمان كان فيه اهتمام بروايات تانية زي الرواية الفائزة بالجائزة للكاتب الليبي محمد النعاس، خبز على طاولة خال ميلاد، روايات تانية لكتاب آخرين في موضوعات مختلفة. كمان الفترة اللي فاتت برضو عشان إعادة طبع أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ، كان فيه اهتمام كبير من الشباب بقراءة وإعادة قراءة أعماله. بدأ يبقى فيه اهتمام بأعمال كتاب كبار، نجيب محفوظ بالتحديد عشان إعادة نشر أعماله وخلى القراء يهتموا بيها أكتر، وكتاب آخرين طبعا الناس بتقرأ لهم دلوقتي أكتر من سنين فاتت. نقول ان الروايات المشهورة اكتر اللي الناس دايما بتقراها وتتكلم عنها نجيب محفوظ الثلاثية طبعا والحرافيش، ولكن كمان في روايات تانية بدأ يبقى فيه اهتمام اكبر بيها زي ليالي الف ليلة، ميرامار، لص والكلاب. بعض من الاعمال دي تحولت لاعمال سينمائية، وده اللي بيخلي قراء كتير يبقوا مهتمين ان هم يقروا العمل الروائي بعد ما بيكونوا شافوا الفيلم او سمعوا عنه او شافوه مرات ومرات يعني، وبيرجعوا يقروا الروايه مره تانية ويتناقشوا فيها. في بعض الاعمال اللي انا يعني بحب ارشحها، انا شايفه ان في برضو اتجاه من الشباب لقراءه اعمال مش بس اعمال روائيه واعمال ادبيه، ولكن اعمال اخرى صعب ان احنا نصنفها كعمل ادبي ولكن مميزه جدا جدا، زي مثلا على البلد المحبوب للكاتب احمد خير الدين. نقدر نقول عليها انها عمل يجمع ما بين الروايه والعمل التوثيقي. كمان بعض الروايات اللي صدرت مؤخرا وكان في صدى كويس عليها زي روايه النقشبندي للصحفيه رحمه ضياء، وهي روايه طبعا اخذت جائزه، وروايه بتتكلم عن سيره حياه متخيله للشيخ النقشبندي. روايه الغابه والقفص لطلال فيصل، واحد من الكتاب برضو اللي اقلامهم مميزه جدا، وهو مؤلف روايه بليغ اللي كانت من كام سنه اشتهرت جدا برضو بين الشباب. وروايته الجديده لسه صدرت من ايام، رشحها الناس برضو ان هم يقروها ويتابعوها. اهتمام كبير دلوقتي من الشباب بالأدب المترجم، ومش بس الأدب اللي بيتم الاهتمام بيه وترجمته بشكل مستمر زي الأدب الروسي أو أدب أمريكا اللاتينية، ولكن كمان بدأ يكون فيه اهتمام بأدب اليابان،
وبقت موجود كتير في المكتبات، أعمال طبعا لموراكامي واحد من الكتاب الكبار في اليابان، ولكن كمان أدباء تانيين وروايات لكتاب آخرين. في رواية من جزئين كانت مشهورة جدا الفترة اللي فاتت زي قبل أن تبرد القهوة وحكايات من المقهى، دي روايات نقدر نقول عليها أنها واقعية سحرية من الأدب الياباني المعاصر، انتشرت جدا واشتهرت بين الشباب الفترة اللي فاتت. السوشيال ميديا بصراحة أتاحت لعدد كبير من القراء أن هم يبقوا متابعين الأعمال الأدبية بشكل أقرب. الناس طول الوقت بقت عندها معلومات عن إيه الأعمال اللي بتصدر، متابعين الإصدارات الجديدة أول بأول، وكمان عندهم مساحة إن هم يتناقشوا مع بعض في أفكار الكتب اللي هم بيقروها. ده صعب إن هو يتحقق بدون السوشيال ميديا، لأنه السوشيال ميديا بتخلي ناس كتير ممكن في الحقيقة صعب إن هم يقابلوا بعض في مكان واحد، ولكن ممكن يتناقشوا في كتاب، ممكن حد يرشح كتاب ما حد سمع عنه كتير فالناس تبدأ تقرأه وتهتم بيه. فدي مساحة عظيمة جدا للقراء إن هم يتفاعلوا مع بعض ويرشحوا لبعض كتب مختلفة. رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض التقرير، ولسه مكملين كلامنا طبعا عن كتاب محفوظ والسحار ولقاء الأدباء الكبار مع بعض، إزاي كانوا أصدقاء، إزاي ده أثر عليهم، وطبعا ده من خلال كتاب محفوظ والسحار أسرار روائية للدكتور سامح الجباس اللي منورنا النهاردة. شايف الشباب مهتمين بإيه من وجهة نظرك؟ يعني شايف إيه المواضيع دلوقتي اللي ممكن تخلي ولد أو شاب أو شابة يشتروا الكتاب ده؟ دلوقتي أعتقد في موضوعات مختلفة متنوعة عن الفترة اللي احنا بنتكلم فيها بتاع أستاذ نجيب محفوظ وعبد الحميد السحار، لأن هذه الفترة اللي فاتت كان اللي بيقرأ سواء شباب أو من أجيال مختلفة كانت قضايا الفكرية هي المسيطرة أكتر. ده مش بس موضوعات، ده موضوعات ووسائل اختلفت. طبعا احنا عندنا كذا حاجة طبعًا اختلفت. دلوقتي كمان يعني مثلا في هذه الفترة كانت مثلا لما بتصدر رواية لأستاذ نجيب محفوظ أو غيره بينتظروا القراء يعرفوها عن طريق مقالة لناقد مثلا في جريدة. لأن أيامها كان الجريدة أو المجلة هي مصدر الوحيد للمعلومة. دلوقتي المصادر دلوقتي مفيش أصبحت أكتر متاحة منها. دلوقتي بقى الإنترنت واليوتيوب وغيره وغيره طبعًا. الكاتب دلوقتي بيروج لنفسه، دار النشر بتروج له، فالموضوع اختلف. ما عادش الأول كان الكاتب ينتظر الصحفي أو الناقد أن يكتب عنه فالقارئ يعرفه، دلوقتي لا ينتظر الكاتب ناقد أو حد، هو سواء هو أو الناشر، وممكن حتى قبل ما الناشر يتحرك يكون الكاتب قدر أن هو يسوق لنفسه عن طريق السوشيال ميديا بأشكال مختلفة. ده مع تنوع وعدد دور النشر الكبيرة اللي موجودة دلوقتي عن هذه الفترة أصبح فيه محتوى متنوع بيتقدم، وهنا بقى دي إيجابية. يعني أنا بعتبر برضو ده شيء إيجابي إن إحنا الانفتاح اللي حصل ده، حضرتك شايف إنه اقرأ تاريخي بس إيجابي. طبعا لأن إحنا ما نقدرش إن إحنا في فترة من يعني ما كنا بنتكلم من شوية كان أربع روايات مثلا أستاذ نجيب محفوظ فرعوني، عبد الحميد السحار فرعوني، ما هو افرض إحنا لو أنا هذه الفترة مش مهتم قوي أو مش حابب ده هتقرأ إيه؟ بتجد اختيارات قليلة شوية. لكن النهاردة المحتوى لما أصبح فيه عدد أكبر من دور النشر أصبح فيه حرية أكتر إن أنت تكتب عن موضوعات مختلفة. ده مهم. يعني مثلا في السنوات الأخيرة أصبح الخيال العلمي مثلا كان في السنوات السابقة ما يعرفوش يعني إيه روايات خيال علمي، لكن دلوقتي أصبح الخيال العلمي بقى له روايات وبقى له قراء، أصبح كل المجالات المختلفة. فهنا ميزة إن إحنا مع زيادة عدد المكتبات مع استخدام السوشيال ميديا ووسائل مختلفة للوصول للقارئ أصبح إحنا ككتاب بنقدم اختيارات مختلفة للقارئ وعليه الاختيار. والله هو القارئ بقى حابب هذا النوع من الروايات، أوكي حب هذا الكاتب، وده بيدي برضو القراء فرصة اختيار كبيرة. ممكن قارئ يقرأ لكاتب لأول مرة فيعجبه فبقى ده كاتبه المفضل وبيكمل معه، أو ما يعجبوش فبيجرب كاتب تاني. وده على فكرة مهم جدا لأن هذا التنوع ده بيصنع حالة كبيرة من التوهج، وعايز أقول لحضرتك يعني بيعيد اكتشاف مواهب. يعني في كتير من الكتاب الشباب اللي موجودين دلوقتي كانوا من خمس سنين قراء فقط، ولكن من خلال حبه للقراءة يكتشف ان جواه موهبة ويبدا يكتب ويعبر عن نفسه. كمان طبعا خلينا نقول انه في النهارده دور نشر كبيره كتيره جدا، العدد زاد بشكل كبير جدا عن قبل كده. خلينا نقول كمان ان سرعه النشر بقت اسهل وبقت اسرع. فكمان اللي كان عايز يعمل حاجه زمان ما كانش بيعرف يعملها دلوقتي بيعرف يعملها. صح.
فيعني اعتقد ان دي فرص حلوه للشباب. طبعا فرص كبيره يعني حتى لو ما بينشرش ورقي لو في مشكله بينشر الكتروني مثلا، يعني مثلاً بكل بساطه في ناس بتنشر فصول رواياتها في ثانيه، كل الالاف ويروى مش محتاجين حتى يروحوا يدوروا على كده. عايزين نتكلم بقى عن الغلاف، ما تكلمناش عن الغلاف، احنا شفنا صورته بس تمام. بس ما تكلمناش عن الغلاف، عايزين نتكلم شويه عن الغلاف وعن تصميمه وفكرته. هو الحقيقه طبعا هو تصميم مصمم اغلفه مبدع، انا بعتبره هو مميز عبد الرحمن الصواف، وهو صاحب فكره تصميم الغلاف. هو طبعا الميزه ان احنا لما بنقدم عمل طبعا هنا الناشر بيختار مصمم اغلفه موهوب وبيقدر يعمل غلاف يعبر عن المحتوى، وهنا دي ميزه ان احنا يعني انا ككاتب اديت دوري وكتبت هنا، انا بتلقى الفن بقى من مصمم الاغلفه وبعدين بقول اذا كان ده بيتناسب مع المحتوى اللي انا قدمته ولا لا. فانا عجبني الحقيقه واقتنعت بالغلاف ووافقت عليه من المره الاولى، لان كمان هنا البراعه مش بس ان احنا بنحط في الغلاف اتنين ادباء معينين، لا هي مرحله زمنيه معينه، هو دي البراعه. عجبني جدا النقطه دي، اختيار مصمم الاغلفه عبد الرحمن الصواف للاتنين في شبابهم، لان هي دي نقطه الانطلاق والبدايه ودي مهمه جدا. جميل، انا بكده بكون وصلت لنهايه حلقتي مع حضرتك النهارده. اولا انا سعيده جدا ان احنا قربنا من الكتاب على المستوى الانساني من خلال الكتاب، يعني طبعا هم في عالم الكتابه وفي عالم الادب والروايه هم هرمين طبعًا. في عالم الكتابه والروايه والادب زي ما قلت لحضرتك، ولكن الشق الانساني دايما بيمس القارئ، بيمس المشاهد، بيمس كل الناس. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، وبتمنى لحضرتك. سعيد جدا والله ان انا موجود معاكم. ميرسي. شكرا. ميرسي يا فندم. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم مع الكاتب الدكتور سامح الجباس، اتكلمنا معاه عن كتابه محفوظ والسحار أسرار روائية. الكتاب كان بيتكلم عن العلاقة ما بين الأديبين على المستوى الإنساني وعلى المستوى العملي. كان معاكم رانيا السيد، بشكركم.